جامعة بنها الأهلية إحدى الجامعات الأهلية الرائدة في مصر، وبتقدم مجموعة متنوعة من الكليات المرموقة مثل الطب والهندسة وعلوم الحاسب والإدارة. ويمكن التقديم في جامعة بنها الأهلية أولاً عن طريق الموقع الإلكتروني، وفي حالة استيفاء طلبات الطالب سوف يرسل بريد إلكتروني للطالب بالتوجه إلى مقر الجامعة لإنهاء إجراءات التقديم وسداد جزء من المصروفات. ونوضح لحضراتكم مصروفات كل كلية بشكل مفصل، وأيضا تنسيق الكليات. كلية الطب 150 ألف جنيه، وتنسيق الكلية الحد الأدنى للدرجات 328 درجة بنسبة 80%، وكلية طب الأسنان 120 ألف جنيه، وتنسيق الكلية الحد الأدنى للدرجات 320 درجة بنسبة 78%، وكلية الهندسة 70 ألف جنيه، وتنسيق الكلية الحد الأدنى للدرجات 269 درجة بنسبة 68%، وأيضا كلية علوم الحاسب 65 ألف جنيه، وتنسيق الكلية الحد الأدنى للدرجات 254.5 درجة بنسبة 62%، وكلية العلاج الطبيعي 100 ألف جنيه، وتنسيق الكلية الحد الأدنى للدرجات 312 درجة بنسبة 76%، وأخيراً كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال 50 ألف جنيه، وتنسيق الكلية الحد الأدنى للدرجات 225.5 درجة بنسبة 55%. وبتهتم جامعة بنها الأهلية بتشجيع الطلبة المتميزين وتقديم منح دراسية للطلاب الأوائل في كل شعبة من شعب الثانوية العامة، وكذلك الطلبة الحاصلين على ميداليات في المسابقات الرياضية الدولية. ومن شروط الالتحاق إنها بتقبل الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها، كما أن الدراسة بالجامعة تتم باللغة الإنجليزية ونظام الساعات المعتمدة.